استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس عقد مباحثات منفردة مع الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، حيث أعرب السيد الرئيس عن ترحيبه بالسيد أنستاسيادس في مصر، معربا سيادته عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين.